شاب كان ذاهب في موعد مع فتاة لم يرها من قبل، فكان قلقا بشأن ما يجب فعله إن لم تعجبه، فإذا بصديقه يأتي بالحل. هنالك تطبيق سيحل المشكلة، عليك فقط تحميله في هاتفك وجدولته، بحيث سيرن هاتفك مباشرة بعد مقابلتها. إذا أعجبتك الفتاة فقط تجاهل هاتفك وأغلق الرنة، وإذا لم تعجبك اجب على الهاتف وقل: أمي ما الأمر؟ هل أنت بخير؟ واذهب ركضا إلى المنزل. وفي تلك الليلة عندما دخل الرجل إلى المقهى تبين أنه لا داعي للقلق، فقد كانت رائعة الجمال. وبينما كان على وشك أن يكلمها رن هاتفها وأجابت عليه وقالت: أمي ما الأمر؟ هل أنت بخير؟ وخرجت مسرعة من المقهى. بهيجة، أنا في مطعم البجاعات وأرى خطيبك مع فتاة سمينة قبيحة ومثيرة للإشمئزاز. قلت لك إنه سيتركك من أجل فتاة أخرى. كيف ذلك؟ إنه معي الآن.